عز وجل على أن منحنا هذا الولاء لدولتنا السعودية، والتحفيز من شيوخ قبيلتنا وشيوخ العشائر حفظهم الله جميعا. يا موطني يجري مع الفلك عزك، للقيادة العليا أولا. يا موطني يجري مع الفلك عزك، والأرض ترسيبك محيط خليجين، على عرين العرب من يستفزك، يا قبلة العالم وفيك الشريفين، بك خادم البيتين محد يرزك، عبد الله اللي من وراه السليلين، بك خادم البيتين محد يرزك، عبد الله اللي من وراه السليلين، سلمان من يلطم عيون انت خزك يحق ليدينا تسمى اليمينين، سلمان من يلطم عيون انت خزك يحق ليدينا تسمى اليمينين، وامن ولا يرهبك شيء ويهزك ما دام بك مقرن جبل طور سنين. مشاركتي وطنية أيضا، لا يفوتني أن أشكر الداعمين للمجلس، أشكرهم جميعا. يا بلادي دام عزك يا بلادي، يا بلادي حاكي الأوطان عنا، يا بلادي يا بلد خيل الجهادي، علمي بعض العرب واللي تمنى، بنحنا قبلة وجوه العبادي، ونحنا ونحنا ونحنا، ما نحبك يا وطن حب عادي، ما انت عادي في المشاعر يا وطن. يا بلادي دام عزك يا بلادي، يا بلادي حاكي الأوطان عنا، يا بلادي يا بلد خيل الجهادي، علمي بعض العرب واللي تمنى، بنحنا قبلة وجوه العبادي، ونحنا ونحنا ونحنا، ما نحبك يا وطننا حب عادي، ما انت عادي في المشاعر يا وطننا. وافخري يا قبلة النور وتهادي، وارفلي بالثوب الاخضر يا مدنا، شعارك شعارك السيفيد والنخلة تكادي، تحكي النخلة عطائك كل منا، علميهم سيرة الرأي القيادي، علميهم سيرة الرأي القيادي، ومن يقود الدولة العظمى يهنى، دولة آل سعود خطلان الأيادي، سيف خالد سيفها وسيف المثنى. أشكر سعادة الرئيس أيضا بن طعيمة على جهوده الليلة وتشريفي بهذا الموقف، الله يعطيها العافية، شكرا جزيلا لكم. حضورنا الكريم، هناك تكريم لبعض أعضاء مجلس قبيلة الشرارات السابقين والمؤسسين لهذا المجلس، والتي أبعدتهم ظروفهم الخاصة عن الاستمرار بعضوية المجلس، وقد قدموا جهود كبيرة ومميزة لتحقيق أهداف هذا المجلس. المكرمين هم الأستاذ سليم سلامة الظلام رئيس المجلس السابق، يتسلم الدرع نيابة عنه عضو المجلس الحالي الأستاذ حمدان سالم الرعيلات، فليتفضل. كذلك عضو آخر هو الأستاذ حاتم عيد ضليفان، ويستلم الدرع عنه المحامي سيف بن سلامة بن عويض، فليتفضل. كذلك تكريم لعضو آخر وهو الزميل الإعلامي عبد الله عايد المزودي.
حضورنا الكريم، كذلك ما زلنا مع التكريم، والآن يتم تكريم الداعمين لحفل المجلس في العام الماضي 1434، وهم كالتالي: الشيخ فوزي بن محمد بن دعيجة شيخ عشيرة الحلسة، كذلك الشيخ خالد بن ويسط بن ماطل الجريد وأخوانه، درع تكريمي كذلك للشيخ عبيد بن بصيص الحميدان، درع كذلك للشيخ نغيمش بن ضمين الظواهرة، ودرع آخر كذلك لرجل الأعمال صالح بن محمد السويري، كذلك أحد المكرمين الأستاذ محمد بن مبارك بن مفلح، كذلك درع آخر لرجل الأعمال صغير بن محمد المزودي، ويستلم الدرع نيابة عنه الأستاذ خالد عايد المزودي، درع مماثل تكريمي كذلك للمكرم رجل الأعمال دغيشم بن محمد المزودي، كذلك من الداعمين الأستاذ لافي بن شطيط الخضرة، يستلم عنه ابنه، كذلك من المكرمين الأستاذ رطيان بن مفضي السنيد، كذلك الأستاذ عواد بن محمد السراهيد،
والأستاذ كذلك سعيد بن جحليش الكحلة. وكذلك درع تكريمي للأستاذ دخيل الله بن زايد الغوال. الأستاذ ضيف الله بن ظاهر الدعيجة. الأستاذ عبد المحسن بن علي السراب. وكذلك الأستاذ صلاح بن رفيد الحويان. كذلك درع تكريمي للمهندس عبد العزيز بن حميد حويلان، يستلم عنه أخوه. وأحد المكرمين كذلك الأستاذ محمد بن سلامة الظلام. كذلك من المكرمين لدعمهم في الدورة السابقة الأستاذ إبراهيم بن سلمان الأفنس، وهو المشرف على مكتبة الأديب الراحل سلمان الأفنس. إذن ما مضى من فقرة تكريم كان للداعمين لاحتفال المجلس السابق للخريجين في العام الماضي. هناك كذلك تكريم لبعض الصحف الإلكترونية والإخباريات لدعمها ومساهمتها في التغطيات الإعلامية لأعمال المجلس من تكريم وأخبار ودعم إعلامي، وهي على النحو التالي: إخبارية طبرجل الإلكترونية، ويستلمه رئيس تحريرها الأستاذ عبد الله عايد المزودي. وكذلك إخبارية القريات الرئيسية، ويستلم الدرع رئيس تحريرها الإعلامي عودة الحويان الشراري.
وكذلك درع تكريمي لإخبارية طبرجل الرئيسية اللي صاحبها الأستاذ الإعلامي عبد الله الهرويل، ويستلم الدرع نيابة عن رئيس التحرير الأستاذ خالد حمدان السحيم. سعادة الشيوخ، الأخوة الحضور، الآن موعدنا في التكريم الرئيسي، وهو تكريم كوكبة من الطلاب الخريجين في مختلف المراحل الدراسية بمستوياتها الثلاث أو الأربع بالأحرى، الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وكذلك الدبلوم العالي والدبلوم العام. نبتدئ الآن بالطلبة الخريجين والحاصلين على درجة الدكتوراه. الدكتور سلمان منوخ بن دعيجة، دكتوراه في المناهج وطرق تدريس الرياضيات. كذلك الدكتور جابر سعود الزبن، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس. الأسماء القائمة حقيقة طويلة، فبدنا لو كل من زملاء الخريجين أن يستعجل في عملية التكريم، كذلك الأفاضل الشيوخ، لكي نتمكن من الوقت. تكريم كذلك آخر للدكتور خالد ضيف الله العيضب، وهو خريج أو دكتوراه الفلسفة في التاريخ كلية الآداب. كذلك نواصل التكريم الطلاب خريجي الدكتوراه. الدكتور سلطان بن فرحان أبو ذينة، دكتوراه في الأحياء الجزئية والتقنية الحيوية من جامعة شيفلد ببريطانيا. كذلك الدكتور عيد نزال ملفي، دكتوراه في الفلسفة في الإدارة التربوية. الدكتور عمر مرزوق السراف، دكتوراه الطب البيطري، تخصص صحة وأغذية لحوم. الدكتور ماجد سمر الضبيعان، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها. الدكتور محمد عوض الصالح، دكتوراه في طرق تدريس الجغرافيا، يستلمها عنه أحد الزملاء. هذا بالنسبة للطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه. الآن نأتي لتكريم الطلاب الحاصلين على شهادة الماجستير. الأستاذ أمجد مد الله مصبح العيضب، ماجستير قانون كلية الحقوق. طيب، إذن سقط سهوا اسم الدكتور نايف مطخان الدويرج في الدكتوراه. إذن الدكتور نايف مطخان الدويرج.
كما قلنا وابتدأنا بدرجة الماجستير، وكان المكرم الدكتور الأستاذ أمجد مد الله مصبح العيضب، وهو خريج ماجستير قانون، كذلك الأستاذ خالد فرحان أبو ذينة وهو ماجستير إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون. كذلك الأستاذ عبد العزيز مطير الخضير وهو كذلك ماجستير إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون. أرجو الهدوء بس من الشباب اللي وراء، الله لا يهينهم فقط حتى يتم الاستماع. الأستاذ عبد الرحمن بن فاضل القضيب ماجستير تقنيات التعليم. الأستاذ عبد العزيز مرزوق عويضة ماجستير علوم الحاسب جامعة ويسترن الأمريكية. كذلك الدكتور سلامة منزل المعيوف وهذا من خريج الدكتوراه. والدكتور كذلك محمد فرحان الفريح علوم سياسية. نستكمل خريجين درجة الماجستير، الأستاذ ظاهر نافع محمد الشراري ماجستير موهبة وإبداع. كذلك الأستاذ مبارك مطني السبيعي الشراري ماجستير مناهج اللغة الإنجليزية وأساليب تدريسها جامعة اليرموك الأردنية. كذلك الأستاذ مسند مياح الخيال ماجستير في علم الجريمة كلية العلوم الاجتماعية. الأستاذ محمد عبيد الله الغضيان ماجستير موهبة وإبداع.
كذلك الأستاذ مد الله خميس المصيدير ماجستير صيدلة جامعة ستارت كلايد بريطانيا. والأستاذ ماجد مصبح السعيد ماجستير أصول تربية. والأستاذ عبد الله قطيش العتيقي ماجستير تقنيات التعليم. وكذلك الأستاذ فهد مزكي شباط الشراري ماجستير هندسة برمجيات من بريطانيا. إذن ما سبق تكريمهم هم الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير. الآن يتم تكريم الطلاب الحاصلين على الدبلوم العالي، وهم الأستاذ سعود بن عبد الله العاقلة دبلوم عالي تربية خاصة مسار صعوبات التعلم، يتم تكريم كذلك زميل لنا خريج درجة الماجستير وهو الأستاذ طيحان صبيح النعيم، وهو حاصل على ماجستير تقنيات التعليم. الأستاذ غالب قبلان ثاني دبلوم عالي توجيه وإرشاد جامعة القصيم. الآن يتم تكريم الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وهم الأستاذ أحمد حمود الوردة بكالوريوس جغرافيا ودراسات بيئة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كذلك الأستاذ بشير نومان العيضب بكالوريوس حقوق جامعة العلوم التطبيقية بالأردن. الأستاذ حامد هزيل الدبوس بكالوريوس اقتصاد كلية الأعمال ببريطانيا. الأستاذ حمدان ثاني الشراري بكالوريوس هندسة مدنية جامعة العلوم التطبيقية. والأستاذ خالد محمد طعيمة بكالوريوس علوم الحاسب الآلي جامعة الملك سعود. الأستاذ رائد بن ساري عوض الصهيبان بكالوريوس شريعة الجامعة الإسلامية.
الأستاذ سامي دخيل الله زايد الغوال، بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الأستاذ سامي خالد عودة مقنط، بكالوريوس حقوق من كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية. الأستاذ سيف مصلح سمر الضبيعان، بكالوريوس علوم سياسية جامعة العلوم التطبيقية. الأستاذ سلمان سودان، بكالوريوس كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.